نشكر السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على اهتمامه بالعلم والعلماء وتوجيه سيادته لتحسين أحوال الأئمة والعاملين المتميزين علمياً من حملة الماجستير والدكتوراه، إذ يعد ذلك حافزاً كبيراً للأئمة والعاملين بالأوقاف على تطوير مستواهم العلمي. الإنصاف يقتضي تشجيع المتميزين علمياً وتحفيزاً للإجتهاد. أحيي بشدة وأشكر سيادة الرئيس على اهتمامه بتحسين أحوال الأئمة وتوجيه سيادته بصرف مكافأة تميز للحاصلين على الماجستير والدكتوراه، من حصل ومن سيحصل مستفيد، وهذا دافع للأئمة على تطوير مستواهم العلمي. يجب أن نستمع إلى صوت العقل والإنصاف، وأن نعلم أن الطريق مفتوح أمام الجميع لتحقيق التميز العلمي، خاصة أن وزارة الأوقاف قد أعلنت عن توفير 1000 منحة ماجستير مجانية سنويا. نشكر سيادة الرئيس ومعالي الأستاذ الدكتور الوزير على اهتمامه بجميع العاملين بالأوقاف، سواء من الأئمة أم من القانونيين والمحاسبين والمهندسين والإداريين وسائر العاملين بالوزارة دون تفرقة في التحفيز العلمي للجميع. ونحيي ما قام به وزير الأوقاف من إطلاق عام 2021 ميلادية بالأوقاف عاماً للعلم والوعي ودراسة المقاصد الشرعية وتعزيز البرامج التدريبية بالوزارة. بصراحة ما يحدث في رفع الكفاءة العلمية والمهنية للعاملين بالأوقاف أمر غير مسبوق، ويستحق أن نقدم عليه التحية والتقدير لمعالي الوزير. شكراً سيادة الرئيس على توجيهكم بصرف كفاءة حافز تميز الحاصلين ومن يحصلون على درجتي الماجستير أو الدكتوراه.